ثم أخذنا العطف اللصق ثم أخذنا المرة الماضية التوقيت. اليوم نأخذ التابع الرابع البدل. نأخذ من مثال أقول مثلاً يسمى بدلا والمتبوع مبدل منه لأننا أبدلنا من زيد أخاك. فالمركب البدلي أو المركب البدلي يتكون من مبدل منه ومن بدل. فعندما تقول أكرمت زيدا أخاك لك أن تقول أكرمت زيدا وأكرمت أخاك. لهذا يقولون البدل على نية تكرار العامل. فلما تقول أكرمت زيدا أخاك كأنك قلت أكرمت زيدا أكرمت أخاك، فهو على نيتي. فالتكرار هذا تكرار منوي ولكنه لا يستعمل. إذن فهو نقول هنا البدل دائما على نية تكرار العامل. إذن هذه الجملة زيدا أخاك، إذا هذا مركب بدلي. انطلاقا من مثال هذا ناخذ التعريف. ما تعريف البدل؟ هو تابع المتبوع. تابع، لأن المتبوع هو المبدل منه، هو تابع. مقصود بالحكم. بدون واسطة. بينه وبين متبوعه. هو تابع مقصود بالحكم. فعندما نقول هنا أكرمت زيدا أخاك كأنني قلت أكرمت أيضا أخاك، فهو مقصود بالحكم. هذا البدل مقصود بالحكم، أي مقصود بالعامل أكرمت. لماذا؟ لأن النعت عندما أقول جاء الرجل الطويل، هنا المقصود بالحكم هو التابع من متبوع. النعت المنعوت، المنعوت جاء الرجل الطويل، فهنا المقصود بالحكم هو الرجل أم الطويل؟ الرجل. في التوكيل جاء الأمير نفسه، المقصود بالحكم هنا هو الأمير. وكلمة نفس هذه جاءت فقط لرفع ربما اللبس أو ربما دعوى المجاز،
فبالنسبة دي ثم نقول هنا بينه وبين دون واسطة بينه وبين المدخول هذا ليخرجوا به عطف النسق، لأن عطف النسق بين التابع والمتبوع هناك حرف عطف، جاء محمد وعلي، لهذا يقولون بدون واسطة بينه وبين متبوعه. إذا بقولهم بدون واسطة بينه وبين متبوعه يخرجون عطف النسق، وبقولهم تابع مقصود بالحكم يخرجون النعت والتوكيد وعطف البيان، وبذلك يخلص التعريف للبدل. هو تابع هذا مقصود بالحكم أي الإكرام دون وجود واسطة بينه وبين متبوعه، لا وجود لحرف عطف بين المبدل منه والبدل. هذا بالنسبة إلى تعريف البدل. نأخذ بعد ذلك أقسام البدل، أقسامه. أقسام البدل، البدل أنواع أقسام. هناك ما يسمى ببدل الكل من الكل، بدل الكل. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. هذه الجملة فعلية أم اسمية؟ جملة اسمية مبدوءة ب نسخ. أين اسم النسخ؟ إن. هذا النسخ إن. إذن هذه جملة اسمية، هذا نسخ. نسخ حرفي أم فعلي؟ حرفي. ومن النواسخ الحرفية من أخوات إن أن ليت لكن لعل كأن ولا النافية الجنس، هذه سبع نواسخ حرفية. حرفية. ثم هناك النواسخ الفعلية اللي هي كان وأخواتها، ككان ظل بات أضحى أصبح أمس وصار ليس زال بات فرح فتي وانفك وما دام. أين اسم إن؟ مفازا حدائق وأعنابا، هذا اسم النسخ. وأين الخبر؟ للمتقين. إذن هذا خبر نسخ. للمتقين مفردة أم مركب؟ للمتقين مركب. بماذا؟ يبدأ بلي اللي هي حرف جر. إذن هذا مركب جر. نعم مركب بالجر. ما هو المفاز؟ حدائق والأعناب. وما الحدائق والأعناب؟ هي المفاز. إذن لك صحيح أن تقول إن للمتقين مفازا، ولك أن تقول إن للمتقين حدائق وأعنابا، لأن الحدائق والأعناب هي عين المفاز. إذن فهذا مركب بدلي، مركب بدلي. اللام هنا جار والمتقين مجرور. بماذا هو مجرور؟ نتذكر معلومات الدروس السابقة. ماذا هو مجرور المتقين؟ أين علامة الجر؟ المتقين علامة جره إيه؟ الياء والنون. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم الذي يرفع بالواو والنون وينصب ويجر بالياء والنون. ثم مفازا حدائق وأعنابا، قلنا مركب بدلي، أين المبدل منه؟ مفازا هذا مبدل منه، وحدائق وأعنابا هو البدل، مركب بدلي عطفي.
حدائق و و والمركب العطفي غير المره الماضيه مما يتكون معطوف عليه ومعطوف حدائق و معطوف عليه الواو حرف عطف واعناب معطوف نعم اذا هذا ما يسمى ببدل الكل من الكل او بدل الكل مثل اكرمت زيدا اخاك لان زيدا هو اخاك واخاك هو زيد يسمى هذا بدل الكل ان للمتقين مفازا حدائق واعناب هذا ايضا لان المفاز هو الحدائق والاعناب والحدائق والاعناب هي نفسها المفاز فيسمى هذا بدل الكل النوع الثاني النوع الثاني بعد بدل الكل هناك بدل الاخر بدل البعض بدل البعض بدل البعض بدل البعض ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أين المبدل منه وأين البدل؟ ولله على الناس ولكن هل هو مفروض على كل الناس على جميع الناس؟ من استطاع إليه سبيلا فهل الناس تساوي من استطاع إليه سبيلا؟ لا الناس أكثر أو أقل؟ أكثر إذن فهذا بدل بعض من كل هذا مثال لبدل البعض من الكل فهذا بدل وهذا مبدل منه وعندما نقارن بين المبدل منه وبين البدل نجد أن المبدل منه أكثر من أو أكثر من البدل إذن فالبدل هنا هو بدل بعض من كل إذا إلى حد الآن تقول مثلا جاء التلاميذ ثلثهم جاء التلاميذ ثلثهم أين البدل؟ ثلثهم لكن هو بدل الكل أم بدل بعض؟ هو بدل بعض لأن الثلث هو بعض التلاميذ فهذا أيضا من بدل البعض تقول مثلا ضربت زيدا رأسه أين البدل؟ رأسه هل رأس هو كل زيد أم بعض زيد؟ بعض زيد هو بعض زيد لأن زيد يمكن أن نقسمه إلى أجزاء إذا هذا بالنسبة إلى النوع الثاني وهو بدل البعض القسم الثالث من أقسام البدل هو بدل الاشتمال بدل الاشتمال تقول مثلا أعجبني الطائر تغريده أعجبني الطائر تغريده أعجب فعل أم لا؟ نعم ولياء أعجبني أنا الذي أعجبته أم هو الذي أعجبني؟ هو أعجبني إذا أنا قمت بالفعل أم وقع علي الفعل؟ قمت بالفعل لا وقع علي الإعجاب أعجبني هو الذي أعجبني أنا أعجبته أم أنا أعجبت به؟ أعجبت أنا أعجبت به إذن فهذا مفعول به
ما الذي أعجبني؟ الطائر مرفوع فاعل مركب بدلي. تقول لي ما الفرق بين بدل البعض وبدل الاشتمال؟ لماذا لم تقل تغريده هي بدل بعض؟ لأن التغريد لا يمكن فصله من الطائر. حتى الرأس لا يمكن فصله من لا يمكن. كيف فصله؟ يمكن فصل الرأس عن الـ عن الـ عن بقية الجسد. يمكن هذا الرأس نحيه ونحيه رأسه. لكن التغريد نجم تحييها من الطائر؟ لا تستطيع. إذن هذا الفرق بين بدل الاشتمال وبين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سجل الآية. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. أين البدل؟ قتال فيه. المبدل منه الشهر الحرام. لأن القتال ليس جزء من الشهر الحرام. الشهر الحرام يتكون من أيام، من أسابيع، من ساعات. القتال ليس جزءا من الشهر الحرام. الشهر الحرام لا يتكون من قتال ومن غير القتال، وانما هو يشتمل على قتال. فيه قتال. نعم فيه قتال. قتال فيه، لكن هل القتال لو قلت لك ما هي اجزاء الشهر، هل يرد على ذهنك ان من اجزاء الشهر القتال؟ ابدا. نعم. اذا فبدل الاشتمال أيضا تستطيع أن تعرفه بقولك أعجبني الطائر تغريده، أي أعجبني تغريد الطائر. أيضا هنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كأنه قال يسألونك عن القتال في الشهر الشهر الحرام. إذا هذا بالنسبة إلى بدل الاشتمال. نعم. هناك نوع رابع يسمونه بدل الغلط. بدل الغلط. وهذا لا يقع في كلام الفصحى. الإنسان الفصيح لا يقع منه هذا البدل، بدل الغلط. لكنه موجود. موجود. تقول مثلا مررت برجل امرأة، وكأنه سبق لسانه فقال برجل، ثم استدرك فقال امرأة، فهذا بدل. ورجل مبدل منه، يسمى هذا بدل غلط. نسي، سهى، أخطأ، زلت لسان، فقال مثلا حضر التلاميذ إلا واحدا اثنين. إذا فهذا يسمى بدل الغلط، وعادة لا يتوسعون فيه كما قلت، لأنه لا يقع في كلام الفصحاء والبلغاء. لكن هو موجود. موجود من أقسام البدل الأربعة. إذا عندنا أربع أقسام في البدل. القسم الأول بدل الكل. اثنين بدل البعض. ثلاثة بدل الاشتمال. أربعة بدل الغلط. إذن للبدل أربعة أقسام. هل يبدل النكرة من المعرفة، النكرة من النكرة، المعرفة من النكرة، المعرفة من المعرفة؟ كل هذا جائز. فمثلا إبدال النكرة من النكرة، تقول مثلا مررت برجل أخ لك. مررت برجل
أخ لك. رجل هنا أين البدل؟ أخ لك. كيف ورد أخ لك؟ نكرة مع نكرة ورجل نكرة. إذا فيجوز إبدال النكرة من النكرة. سجلها. إذا يجوز إبدال النكرة من النكرة. يجوز إبدال النكرة من النكرة. مررت برجل أخ لك. أيضا يجوز إبدال المعرفة من المعرفة. تقول مثلا أكرمت زيدا أخاك. أكرمت. إذا يجوز إبدال المعرفة من المعرفة. يجوز إبدال المعرفة من المعرفة. تقول أكرمت زيدا أخاك. أين البدل؟ زيدا أخاك. بدل أخاك. معرفة ولا نكرة؟ معرفة. بإيه؟ معرفة بفعل أخاك. معرفة بأي شيء؟ خلينا نهدر الأشياء بالإضافة. أخاك هو معرفة بالإضافة. قلنا التعريف له طريقان، إما أن يكون التعريف بأل، وإما أن يكون التعريف بالإضافة إلى معرفة. إما أن تعرف الاسم من أوله رجل تصبح الرجل، وإما أن تعرفه من آخره بإضافته إلى معرفة رجل القرية. إذن فهناك طريقان للتعريف، إما أن تضيف أل، وإما أن تضيفه إلى معرفة، فتقول الرجل أو رجل الحي. إذن هو طريقان. إذن فلما نقول أكرمت زيدا أخاك، البدل أخاك، معرفة أو نكرة؟ معرفة. بماذا؟ بالإضافة. والمبدل منه زيد، معرفة بأي شيء؟ بالعالمية. نعم، معرفة بالعالمية. إذن يجوز أن نبدل المعرفة من المعرفة. أيضا يجوز إبدال المعرفة من النكرة. يجوز إبدال المعرفة من النكرة. أي في المثال الأولاني نكرة على نكرة. مررت برجل رجلين رجل أخل لك. أخن أخن لك. ماهوش معك أخل لك. أبدا أبدا. أنا أعطيته صفة أخل لك. ولو لم يتعرف النكرة لا تتعرف إلا بأل أو بالإضافة إلى معك. قد تأتي بلك أو بإضافة إلى نكرة، يسمى هذا تخصيصا ولا يسمى تعريفا. وظل منذ أسبوعين رأينا هناك المعرفة وهناك النكرة